والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أحد أنفق مثل جبل أحد، تعرفون جبل أحد عند المدينة الجبل الكبير، لو واحد جاب كوم من الذهب الخالص وتصدق به كل ما بلغ في الأجر والثواب مثل صدقة الصحابي بالمد من الطعام أو نصف المد. جبل الذهب ما يعادل المد من الطعام من غيرهم، وذلك لفضلهم مكانتهم.